مزيد من التفاصيل ينضم إلينا هاتفيا عوض الغنام مراسل إكسترا نيوز. أحييك عوض، وحدثنا أكثر تفصيلا عن تفقد وزيرة التعاون الدولي للتجمعات التنموية ضمن برنامج تنمية سيناء، تفضل. نعم زميلي الشادي، خلص التحية والتقدير. تعلم أن أيام قليلة تفصلنا عن ذكرى 6 أكتوبر المجيدة، هذه الذكرى التي ستبقى خالدة في أذهان المصريين بخلود الزمان. ونحن نتكلم عن أكتوبر وانتصارات أكتوبر وسيناء، في معركة الآن بتقوم بها الدولة المصرية، هي معركة بناء الإنسان المصري والتنمية. شفناها وعشناها النهارده على مدار يوم، رحنا أكثر من مكان وأكثر من قرية وأكثر من محطة. بكلمك شادي عن 10,160 فدان تم استصلاحهم قابلين للزراعة خلال الأيام القادمة، إنجاز كبير في وقت قياسي للغاية. زي ما قالت الوزيرة 18 تجمع بدوي جديد تم إنشاؤه، منهم 7 في الجنوب والأغلبية في الوسط والشمال. لماذا الوسط؟ الوسط أهمل لفترة كبيرة من الزمن، ربما عشان الطبيعة الجغرافية كان إما الحديث عن الشمال أو الجنوب. الوسط الآن فيه تنمية كبيرة للغاية، فبالتالي اليوم كان إنجاز مهم للغاية. طبيعة البيوت والنقلة التي تمت لسكان البوادي، يعني أنا رصدت ده على ألسنة أهل البلد من أهالي سيناء، اللي قدموا كل التقدير وكل الاحترام للرئيس عبد الفتاح السيسي وكل مؤسسات الدولة المصرية. الناس كانت عايشة في بيوت من الخيم أو ما يسمى بالبدوي شادي، بيوت من الشعر أقرب إلى العشش. الآن هناك نقلة نوعية كبيرة في حياتهم، كل بيت على مساحة 200 متر، وهناك حوش للحيوانات، 3 غرف ومطبخ وحمام مجهزة للسكن فور، ويسمح له بالاعتلاء إذا ما أراد أن يبنى. نحو 300 بير تم حفرهم حتى الآن، كل بير كفيل بأن يقوم برأي من 30 إلى 40 فدان. هذا ما يعني أن لدينا أيضا عشرات من الأبنة في الطريق. الحفر تم شادي على أكثر من عمق 1000 متر، وهو مساحة كبيرة. نوعية المحاصيل وضعت لها أيضا دراسة جدوى حتى تكون ذات قيمة اقتصادية. يعني أنا سألت أحد المسؤولين ماذا سيتم زراعة هذه الأراضي، قالوا سيكون هناك زراعات نوعية مثل المحاصيل الطبية التي سيتم تصديرها للخارج أو تستخدم أو تدخل في الصناعات الأدوية. يبقى السؤال الأهم، من الذي سيستفيد بشكل مباشر من هذه التجربة الجديدة في الاستصلاح الزراعي في قلب سيناء؟ أهل سيناء هم الأولى بهذه المهمة الوطنية. سيتم توزيع 5 أبنة ومعهم منزل، إذا ما تبقى زيادة عن هذه المساحة ستوزع لأهالينا من الدلتا، ستكون وزارة التنمية المحلية هي المنوط بهذا الأمر. خلال الأيام القادمة ستكون هناك كراسة شروط، ووفر المياه ووفرت الكهرباء، والأهم وجود حواجز للسيول، لأن كان أهالي سيناء يعانون بين فترة زمنية وأخرى من أزمات سيول متكررة. كل هذا وضع في الحسبان، حياة جديدة مختلفة تستحق أن نذهب هناك مجددا شادي مرة ومرتين وثلاث حتى ننقل هذه الصورة إلى مشاهدينا الكرام. عودة لك شكرا لك على هذه المعلومات عوض الغنام مراسل إكسترا نيوز.